نروح على المغرب والزميل العزيز كريم احمد، مكالمه تليفونيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وللجمهور التحليلي، ويا رب ان شاء الله دعواتك بقى يا كابتن ايمن ودعوات كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله حبيبي. ايه الجديد عندك يا ترى؟ عندك التشكيل ولا ايه الاخبار؟ بالتاكيد يا كابتن ايمن، يمكن بالفعل صدر تشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى: الشناوي، خط الضهر الشمال يمين علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، قدامهم سليه وديانج على الاطراف، جونيور اجايه وحسين الشحات، وفي الامام محمد مجدي قفشه ومروان محسن. على دكه البدلاء يتواجد كل من علي لطفي، احمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو بادجي، وليد سليمان، واحمد الشيخ. كده اكيد طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، كنا 22 لاعب خرج من القائمه: مصطفى شوبير ومحمود وحيد وكهربا طبعا للاصابه وصالح جمعه. متوجهين بقى في هذه اللحظات يا كابتن ايمن الى ملعب المباراه، ملعب براكب محمد الخامس. ان شاء الله باذن الله كل الاجواء تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. الاستعدادات بقى انتهت، نقدر بقى نقول ان مع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله حماسهم هيبقى موجود، تركيزهم موجود، ويا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن نرجع من هنا بنتيجه ايجابيه تساعد النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الله. طمني على الاجواء عندك والحاله المعنويه للعيبه والجهاز الفني. بالتاكيد طبعا كان واضح يا كابتن ايمن ال 48 ساعه اللي فاتوا تحديدا المعنويات مرتفعه والاداء موجود في التدريبات، حماس كبير جدا، الرغبه موجوده، لكن يا رب كل الامور دي بقى تكلل بالنجاح. عندنا 90 دقيقه وهي مشقه على فريق النادي الاهلي، خلاص نقدر نقول جاي الاستعدادات الفنيه، التكتيك، الثغرات، نقاط القوه والضعف، كل ده اتشرح من تيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي كان عامل تكتيك كبير للمحاضرات الفنيه. يتبقى بقى ان شاء الله مع التشكيل ده كل اللعيبه باذن الله تنفذ التعليمات بالحرف اللي شفناها في التدريبات الاخيره، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله يا كابتن عين. باذن الله يا كريم ان شاء الله، ولو عندك اي حاجه جديد احنا معاك يا حبيبي ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.